أستاذة هند، قبل الفاصل تحدثتي عن مجموعة من المبادرات وذكرتي قياديات. قياديات هي منصة، إيه؟ أي جهة كانوا يحبون أنهم يوظفون سيدة. مو سهل أنهم يجدون سيدة لديها خبرة، لديها خبرة معينة في تخصص معين. كان في العملية عشوائية شوي، يسوون جوجل يدورون واحدة، ما في مكان يجمع كل السيدات اللي عندهم خبرات في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تقدر تتحرك فيهم لمناصب قيادية. فكانت الفكرة أن إحنا نطور منصة نجمع فيها جميع السيدات في المملكة العربية السعودية اللي عندهم عدد معين من الخبرات فوق 8 سنوات بجميع تخصصاتهم، نسهل على الجهات إيجاد سيدات مناصب قيادية، مجالس إدارات، وفود، حتى لقاءات إعلامية، الموضوع تخصصي، أيا كان الدور القيادي اللي المفروض السيدة تقوم فيه. والأهم إن احنا نسلط الضوء على هذه الفئة، فئة يعني هو مطلب وطني إنك تسلط الضوء على النساء اللي عند القياديات الموجودات في المملكة العربية السعودية. وش معيار القياديات عندك بالضبط؟ ماذا نقصد بالقياديات؟ احنا طبعا في المنصة فوق 8 سنوات وعندها يعني أدارت فريق عمل على الأقل لمدة 2 سنين. يمكن ما ينطبق مسمى قيادية في هذه المرحلة تحديدا، ولكن هم قياديات مستهدفات للمستقبل في سوق العمل. لسوق العمل صحيح. نسبة تناسب كم العدد تقريبا؟ تعرف تتذكرين ولا ما تتذكرين؟ وين؟ عدد في المنصة؟ المنصة في عندنا تقريبا 7000 ما شاء الله الآن. مع أنه والله أن أطلقناها في يوم 8 مارس اللي ثاني يوم 9 مارس سكرت البلد اللي هي بعد الكوفيد 19 صحيح. توكم قريب يعني بعدين بهنتم صحيح. 7000 القطاع العام. طيب والقطاع الخاص هي مبادرة يعني أنتم اللي تدورون ولا الناس ممكن أن تتقدم بشكل مباشر؟ لا تقدم، يقدمون بشكل مباشر ويسجلون. صحيح. في مبادرات ثانية غيرها؟ طبعا احنا في الوزارة عندنا عدة مبادرات، مثل ما ذكرت لك على المستوى التشريعي ندرس الأنظمة. يمكن احنا الأنظمة ما فيها فرق بين المرأة والرجل، لكن أيضا من المهم احنا نشتغل على لوائح تضمن تكافؤ الفرص، وهذا طيب المهم. طيب إذا المرحلة القادمة، المرحلة القادمة هي سيكون التركيز فيها على موضوع التشريعات على وجه التحديد أكثر من عملية التشريعات، التطوير والممكنات. التطوير بيئة العمل مهم منها تكون مناسبة وللنساء والرجال. وأيضا يعني احنا بالنسبة لنا في الوزارة ان احنا مسؤولين على الأنظمة واللوائح والتمكين الخاص بالمرأة والرجل.